جيدة بعد تحقيق نتيجة في لقاء الديربي أمام فريق الوداد الرياضي البيضاوي بهدفين للاشيء، وبالتالي سيبحث عن انتصار الثالث على التوالي التاسع هذا الموسم المدير الجديد بدوره. حقق كثير انتصارات متتالية أمام شباب سوارم 3 أهداف مقابل هدفين، أمام نهضة أتلتيك زمامرة ب1-0، أمام الفتح الرباطي بهدفين لهدف واحد. الفوز على الرجاء سيكون له طعم خاص بالعمري، ممتاز عن صابر بوغرين داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة لفريق فريق الرجاء. تمريرات إمكانية التمرير محمد بولكسوت، بولكسوت كمرر لأدم النفاتي، شو غادي يعمل كمرر وتدخل الدفاع كانت فور فريق الرجاء. أدم النفاتي لبولكسوت على المستوى الجهة اليمنى، تمريرة فرصة 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 تسديدا. إذن إنذار، إنذار من الحكم أدم النفاتي. تمريرة عند نوفل عزرهوني بالكعب، حاول يبحث على القابة، هذه فرصة نوفل عزرهوني، تمريرة تدخل الدفاع ويبعاد الكرة، تدخل يبعاد الكرة خارج أرضية الملعب، كانت فرصة لفيدة فريق الرجاء من الجيل الأسرى. نتابع هذه المحاولة، نوفل عزرهوني يوم جيدة، شعيب فدي كمرار، هذه فرصة لفيدة فريق المدير الجديد، تسديدة ولكن مشات كرة خفيفية، هذه تسديدة تدخل الدفاع، كرة بعيدة خارج أرضية الملعب وضربة مرمى لفيدة فريق المدير الجديد. بولكسو ترفع الكرة داخل منطقة الجزاء، نوفل عزرهوني كرة مشات فوق المرمى، نوفل عزرهوني تقول له مس دي ما شفتش في الكره الاخيره كما سنتابع لاحظوا، فقط لمس الكره، الكره حتى الكره امكانيه العرضيه ترفع الكره داخل منطقه الجزاء، البحث على نوفل الازرهوني وكانوا العودة ديال اللاعبين، العودة ديال يوسف انور وشايف في تواجد المحاوله، فرصه 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 تدخل الحارس، فرصه وتدخل الحارس صابر بوغرين يسدد، وزياد العفصه في الباك بدر قادرين، بدر قادر تسديده وممتازه وتواجد المحاوله من جهه اليمنى، تمريره تدخل وابعاد الكره، صابر بوغرين رفع الكره، فرصه فرصه فرصه، عبد الله خفيفي كيلعب كره طويله بتجي لاعب نوفل الازرهوني، نوفل الازرهوني ممتازه، تمكن نوفل الازرهوني انه يوصل للكره، لعب الكره بالراس ولكن الكره مشات خارج ارضيه الملعب، سرعه نوفل الازرهوني وانطلاقات نوفل الازرهوني لاحظوا من كره في الجهه اليمنى، ادم النفاتي شنو يعمل ادم النفاتي، رفع الكره في القائمه الثانيه ولكن زياد عفوا لمنصات التتويج، تبدا المحاوله فرصه تدخل الدفاع دائما الخطوره، الحبيب بريجا يسدد وتدخل سبعين المقدم، تدخل لفائده فريق البلوديه الجديه، امين صوان صوان شنو يعمل والكره التدخل ديال عبد الله خفيفي اللي كيبعد الكرة للزاوية، كانت فرصة لفائدة فريق البلدية الوجدية بواسطة اللاعب أمين صوان، انطلاقة وسط يوسف العمري، محاولة تمرير ترفعات الكرة، كرة أسهل وأقرب للاعبين فريق البلدية الوجدية عند الحبيب بريجا، بريجا رفع الكرة داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة والتواجد يبحث على إمكانية تمرير ترفعات الكرة داخل منطقة الجزاء، كرة بالرأس عند صابر بوغرين داخل منطقة الجزاء، تدخل في الجهة اليسرى بالعمري، تمريرة هذه فرصة فرصة لفائدة فريق الرجاء داخل منطقة الجزاء، تسديدة أدم أو عريف وصوان وأنور وكذلك عبد القادر كايبو، الوقت اللي الحكم الآن المساعد رفع راية للوقع ديالو، نتا هو المحاولة شعيب فدي من الجهة اليمنى، فدي دخل داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة تسديدة تدخل الحارس، تدخل الحارس أنس زنيتي في الوقت ليوسف أنور كان كينتظر الكرة، محمد بولكسوت بولكسوت رفع الكرة داخل منطقة الجزاء، تدخل وإبعاد الكرة من طرف في حارس المرمى، هذه فرصة فرصة عند اللاعب محمد بولكسوت، يمرر نوفل الزرهوني، تدخل الدفاع دائما الخطورة، صابر بوغرين والكرة بالكعب ولكن تمر جانبا، الكرة بالكعب تمر جانبا من المرمى ومن القائم الأيمن لمرمى الحارس زياد العفصة، رفعت كرة في القائم الثاني، هذه فرصة وصلت الكرة للاعب صابر شنو يعمل بولكسوت، تمريرة نوفل الزرهوني، فرصة لفريق فريق الرجاء، نوفل الزرهوني وتدخل فريق البلودي الجديد، كانت تابعوا الفرصة والمحاولة كانت لفائدة فريق الرجاء، كنقول بأن الحال زياد العفصة فاستحضر كل إمكانياته من أجل إبعاد زوق، هذه فرصة لفائدة فريق الرجاء، يوسف بوزوق ممتازة عن صابر بوغرين، تدخل الدفاع في الوقت الحكم المساعد رفع الراية، كانت فرصة لفائدة أكيد الجاهزية البدنية في اعلى مستوياتها لازم تكون دائما لفائده فريق الرجاء، يوسف بوزوق يسدد تدخل للمدافع المغربي تيتوان غاز المرمى 2021 2022 رتبه 14، رغم انه هناك صعوبه في الوصول للمرمى، هنا تسديده تدخل الحارس انس نيتي، هذه فرصه لفائده فريق الرجاء، محمد بولكسوت بولكسوت رفع الكره، تدخل الحارس زياد العفصه دائما الخطوره، شنو يعمل يوسف انور لبحث على لاعب امين صوان والكره تمر جانبا، امين صوان كل اعتقد بان الكره في الشباك، امين صوان كان بامكانه يسجل اولى اهداف، وصل الكره تمريره داخل منطقه الجزاء، هذه فرصه فرصه والحكم المساعد كيقول بان الكره خرجت، مباراة أخرى عند محمد بقعازي لصابر بوغرين، فرصة لهدف الهدف، صابر بوغرين الرجاء
بعد ما صبر تقريبا 63 دقيقة ينجح في تسجيل الهدف الأول بواسطة صابر بوغرين، تسديدة قوية تعانق شباك الحارس زياد العفصة، وهدف أول لفائدة فريق الرجاء. فرحة كبيرة للمدرب الألماني جوزيف زيمباور بهذا الهدف، وبالتالي الهدف جاء من تسديدة قوية وتسديد كان حلب الحلول أمام فريق الرجاء. لاحظوا صابر بوغرين يسدد أمام جوج ديال المدافعين، شعيب يسدد وتدخل للمدافع عبد الله خفيفي من جديد، شعيب فدي كيبحث على أنه مرة أخرى يسدد في الوقت كتوصل الكرة للاعب ديال المدرب الألماني بوركسوت تمريرة عند مهدي موهوب، خروج حارس زياد العفصة امام اللاعب والمهاجم سواء الجانب هنا للاعب يوسف انور رفع الكره داخل منطقه الجزاء، فرصه راسيه وكره مرت جانبا، لمحاوله وفرصه لفائده فريق البلدي الوجديه بواسطه لاعب نتابعهم حاضرين مع الفرق والانديه الاولى. دي فرصه خروج الحارس، خروج العزروني، الزروني ودعم فرصه الهدف الثاني، والهدف الثاني لفائده فريق الرجاء بواسطه اللاعب مهدي موهوب واولى اهدافه بقميص فريق الرجاء. اكيد بانه الكل سيدون بان هذا هو اول هدف للموهوب مهدي موهوب الذي تمكن من وضع الكره في الشباك. فرحه كبيره للاعبي فريق الرجاء. سنتابع هذه الفرصه وهذه المحاوله، تمريره من الجهه اليسرى من نوفر الزرهوني، رجعت الكره من بولكسوت للبناء الهجومي. الحكم غادي يتاكد هل كان هناك خطا على المدافع الوجدي. هدف مهدي موهوب، صباح النتيجه 1-0. بوزوق شادي يوسف، بوزوق تمريره، فرصه الهدف، والهدف هدف.